بيقول انا دفعت فلوس اثناء بيت بناء والدي للبيت يعني في حياته علشان اخد شقه لنفسي للسكن، الان الوالد توفى قبل ما اسكن في هذه الشقه. سؤال الاخ السائل، هل انا عند تقسيم الميراث عندي اوليه صفه تفضيليه عن بقيه اخواتي؟ هو دفع المال بنية ايه؟ بنيت ان هو ياخد شقه يعني يسكن فيها. ايوه يعني الاب بيبني البيت، دفع بنية، ده حق له ولا دين ولا مساعدة منه للأب؟ أيوة يوضح هذا. إذا مساعدة للأب خلاص هدية هبة، إذا لأ عشان يبني لي شقة عشان أنا هسكن فيها خلاص معروف إن أنا يبقى إذا البناء ده بتاعي. معناه في هذه الحالة يقيم، إذا مات الأب يقدر ما دفعته مستقلا عن، ما دام لسه ما سكنتش، بعيدا عن البناء الذي بناه الأب، ده حق بتاعنا.